خلاص تخطينا المرحلة اللي كانت صعبة بعض الشيء ورايحين للنهائي، نهائي الكونفدرالية الإفريقية. كلنا كنا فرحانين جدا بعد الفوز على دريمز الغاني في غانا بثلاثية نظيفة، نتيجة كنا كلنا أكيد بنتمناها ولكن ما كناش نتوقعها بصراحة. كناش أنا واحد من الناس كنتش أتوقع النتيجة الكبيرة دي، ولكن كنا بنراهن على إن نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك تقدر تعوض التعادل السلبي اللي كان على ملعب استاد القاهرة، وقد كان قدر لاعيبة نادي الزمالك، كانوا رجالة، كانوا قد المسؤولية، قدروا يكسبوا فريق دريمز الغاني على أرضه في وسط جماهير كتير جدا. كان طبعا مسهل الاتحاد الغاني لكرة القدم دخول الجماهير مجانا، فتلاقينا الاستاد كله كان مليان، ولكن لعبة نادي الزمالك كان عندهم الثبات، كان عندهم الروح، كان عندهم العزيمة انهم يكسبوا، فقدروا يكسبوا، احترموا المنافس، قدروا قيمة تيشيرت نادي الزمالك، موتوا نفسهم، كسبوا 3-0. ده كان امر خلى جمهور نادي الزمالك سعيد جدا في الليلة دي. عديت الصعب، فعندك الاصعب، عندك نهائي الكونفدرالية مع فريق نهضة بركان. فريق نهضة بركان آخر 4 نسخ من الكونفدرالية خد نسختين منهم، فهو فريق متمرس في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. آخر مشاركة لنادي الزمالك في الكونفدرالية كانت سنة كام؟ كانت سنة 2019. نادي الزمالك خد البطولة دي على حساب نهضة بركان. نهضة بركان في 2019 وصل نهائي، نادي الزمالك قدر ياخد منه البطولة، بعدها وصل للنهائي مرتين كمان، خد بطولتين بعد ما خسر من نادي الزمالك في نسخة 2019. فاز في مباراة نص النهائي بنتائج اعتبارية، يعني عنده أفضلية ان هو اللاعيبة عنده ما تعبتش، ما بذلتش المجهود اللي بذله نادي الزمالك، عنده أفضلية اللياقة البدنية، من الناحية البدنية طبعا لعب مباراتين اتحسبوا له بنتائج اعتبارية على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، بطل آخر نسخة من الكونفدرالية وحامل اللقب، بيخرج بعد المباراتين اللي ما تلعبوش في قبل النهائي أمام نهضة بركان. كله بيتكلم عن المنافسة، المباراة هتبقى عاملة ازاي، شكل المباراة هيبقى عامل ازاي. طبعا في بعض الناس كانش عندهم يمكن المعلومة ان مباراة الذهاب هتبقى في البداية في المغرب ومباراة العودة في القاهرة، فاحنا بنؤكد ان مباراة الذهاب هتبقى في المغرب الاول، وهترجع تنهي ان شاء الله باذن الله وتحتفل بدون مقاطعة، تحتفل باللقب ان شاء الله باذن الله في القاهرة.